بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها. قوات الأسد ترتكب مجزرة في حق معتقلين بإدلب أثناء انتحارها ومقتل مسؤول الحملة العسكرية في حزب الله بالزبدان. البنتاغون يبدأ فحص بيانات 2200 معارض سوري معتدل للمشاركة في برنامج التدريب والتسليح. القوات العراقية تتقدم في أحياء تكريت بمحافظة صلاح الدين، والغارات الجوية تقتل 40 متطرفا من داعش في الأنبار. أهلا بكم. أعلن ناشطون سوريون مقتل مسؤول الحملة العسكرية في حزب الله في منطقة الزبداني خلال اشتباكات مع المعارضة في ريف دمشق. وفي إدلب نفذت قوات الأسد أثناء انتحارها من المدينة مجزرة مروعة في فرع الأمن العسكري راح ضحيتها 15 معتقلا مدنيا بينهم امرأة. تحرير مدينة إدلب السورية من كتائب الأسد خلال أيام طرح أكثر من سؤال عن قدرات المعارضة سلاحا وعتادا. وتقع مدينة إدلب بالقرب من الطريق السريع الاستراتيجي الرئيسي بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، كما أنها قريبة من محافظة اللاذقية أحد معاقل رئيس النظام، بل ويمكنها أن تقطع طريقها نحو دمشق. فصائل المعارضة الموحدة استكملت تطهير الأحياء من فلول الأسد التي ارتكبت مجزرة بحق 15 شخصا بينهم امرأة قبل انسحابها من سجن فرع الأمن العسكري في المربع الأمني في المدينة. وليس بعيدا عن إدلب دارت مواجهات قوية بين الثوار وميليشيات النظام على محاور الخالدي والأشرفي في حلب. وإلى الوسط السوري قصفت قوات النظام بالإسطوانات المتفجرة حي الوعر ومدينة تلبيسة في حمص. وفي ريف دمشق أعلنت شبكة سوريا مباشر أن مسؤول الحملة العسكرية في حزب الله في منطقة الزبداني سقط خلال اشتباكات مع المعارضة. وذكرت مصادر أن اشتباكات عنيفة وقعت على أطراف المدينة خصوصا على جبهة الجبل الغربي، وتمكنت المعارضة من التصدي لمحاولات كتائب الأسد وحزب الله التقدم على هذا المحور وكبدوهم خسائر بين قتيل وجريح. أما في ريف درعا فتصدت فصائل المعارضة للمروحيات القادمة لاستهداف مثلث الموت. أعلن البنتاغون بدء عملية فحص أولي لبيانات السيرة الذاتية الخاصة ب 2200 معارض سوري معتدل حددت أسماؤهم للمشاركة في برنامج تدريب وتسليح المعارضة. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن تحديد هذه الأسماء جاء بعد جهود من المؤسسات والدول، وأنهم ينتظرون البدء في التدريب في الربيع من دون تحديد تاريخ قاطع لهذا الموعد. وحدد البنتاغون الشهر الماضي أسماء 1200 من المعارضة للمشاركة في المرحلة الأولى من برنامج التدريب الذي يفترض أن يشمل 5000 مقاتل لمواجهة داعش بعد عام واحد من المباشرة فيه. شيع حزب الله في سور وبنت جبيل جنوب لبنان عنصرين كانا قضايا في معارك سوريا، الأول في سور ويدعى هاشم أمين والثاني في بنت جبيل ويدعى خطار عبد الله، وقد شيعا بحضور عدد من نواب الحزب. حققت القوات العراقية تقدما في محافظة صلاح الدين وسيطرت على أحياء غرب مدينة تكريت وشمالها، فيما أسفرت الغارات الجوية عن مقتل 40 متطرفا من داعش في الأنبار. تواصل القوات العراقية وبمساندة من طائرات التحالف توجيه الضربات القاسية لتنظيم داعش في تكريت مكبدة إياهم خسائر فادحة. فبالرغم من التقدم البطيء للقوات المشتركة أشارت الأنباء إلى تلقي تنظيم داعش ضربات موجعة، وبحسب وزارة الدفاع العراقية فقد تمكنت قوات عمليات صلاح الدين من قتل عشرات المتطرفين في قرية البطعمي والجزيرة، فيما سيطرت القوات المشتركة على حي الديوم غرب تكريت وأجزاء من حي القادسية شمال المدينة، وهو يضم عددا كبيرا من المتطرفين. وفي الرمادي تمكنت قيادة القوات الجوية من تدمير مواقع عسكرية في منطقة الملعب، كما تمكنت في الوقت نفسه قوات تابعة لقيادة عمليات الأنبار من قتل 40 متطرفا وتكبيد التنظيم خسائر مادية فادحة.
سياسيا وتحت شعار العراق أولا، اجتمع القادة والزعماء ورؤساء الأحزاب والكتل السياسية في العراق في منزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لبحث تطورات الأحداث الأمنية والسياسية في العراق وعموم المنطقة، وذلك بحسب بيان صادر من مكتب الجبوري. واتفق المجتمعون على أهمية تحصين العراق من التأثر بالأزمة الخارجية الحاصلة في المنطقة، وأن تكون مصلحة العراق في المقدمة أولا وأخيرا، كما أكدوا على ضرورة توحيد الموقف الوطني في مواجهة الإرهاب ودعوة الأطراف المتصارعة في المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم. القادة العرب وفي ختام دورتهم 26 في شرم الشيخ يوافقون على إنشاء قوة عربية مشتركة. فقد قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية. إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدول المعنية، موقف أكدت عليه القمة العربية في ختام دورتها 26 في شرم الشيخ، فيما شددوا على أن التدخل في اليمن سيستمر حتى انسحاب الحوثيين وتسليم أسلحتهم. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي تلا البيان الختامي دعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في المنطقة. ونؤكد في هذا السياق على احتفاظنا بكافة الخيارات المتاحة، بما في ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن أمننا ومستقبلنا المشترك وطموحات شعوبنا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي رسالة للقادة العرب أشار إلى أن روسيا تقف إلى جانب الشعوب العربية من دون أي تدخل خارجي، واستنكر الأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية، داعيا إلى تسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن على أسس القانون الدولي، ما استدعى ردا من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل على بوتين، الذي اعتبر أن روسيا تقترح حلولا سلمية وهي مستمرة بتسليح النظام السوري. هم يتكلمون عن مآسي الوضع في سوريا، بينهم هم جزء أساسي من المآسي التي تمس الشعب السوري. أنا لا أريد أن نقف ضد روسيا أو لا نراعي مصالح روسيا، بل نبني مصالح مع روسيا، ولكن نعمل أن يتوفر لنا المجال أن نتمكن من النظر إلى روسيا كبلد صديق يريد الخير للعالم العربي. كما شدد القادة المجتمعون على ضرورة استجابة إسرائيل لمبادرة السلام العربية وانضمامها إلى معاهدة منع السلاح النووي وإجراء تفتيش دوري للمنشآت الإيرانية، مطالبين بضرورة إقامة دولة فلسطينية وفق المبادرة العربية. وفي ختام القمة العربية عقد العربي وزير الخارجية المصري سامح شكري مؤتمرا صحفيا تناول فيه خطوات تشكيل القوة العربية، لافتين إلى أن عاصفة الحزم تعد رد فعل جماعي لإعادة الشرعية في اليمن. أما عن الأزمة السورية فأكدوا على تأييد الحل السلمي وفقا لجنيف. تتابعونا في نشرة سوريا اليوم بعد هذا الفاصل. النظام يفقد الحاكم شبيح اللاذقية الأشهر فواز جميل الأسد. أهلا بكم من جديد. توفي الحاكم شبيح اللاذقية الأشهر فواز جميل الأسد بمرض تليف الكبد، والذي اشتهر منذ أعوام مع شقيقه منذر بتجارة المخدرات وإرهاب شبان اللاذقية المتخلفين عن الالتحاق بشبيحة النظام. أعلنت عائلة الأسد موت واحد من أهم أفرادها فواز جميل الأسد ابن عم رئيس النظام بشار الأسد، بعد معاناة مع مرض تليف الكبد بسبب شراهته في تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية. ويأتي موت فواز بعد مضي أسبوعين تقريبا على مقتل ابن عمه وشريكه محمد توفيق الأسد الذي اغتيل في القرداحة. وكان فواز الأسد الملقب بأبو جميل يعرف في اللاذقية بالحاكم، وقد عانى من إجرامه غالبية سكان
المنطقة الساحلية، وتقاسم وأخوه منذر تجارة الممنوعات عن طريق البحر من قبرص ولبنان، وزودوا قوارب التهريب بمدفعيات مضادة للطيران. كما كانت عصابات فواز ومنذر مسؤولة عن تأمين طريق المخدرات الذي يمر من سهل البقاع اللبناني والهرمل إلى تركيا فأوروبا. يذكر أن لفواز الأسد وقبله هلال الأسد الذي قتل قبل فترة أيضا اليد الطولة في إجبار الشباب الرافدين التطوع في اللجان الشعبية التي أرهبت سكان اللاذقية منذ بداية الثورة في سوريا، واطلع هو ورجاله بإجبار المتخلفين عن الخدمة العسكرية بالالتحاق بها. جولة على أبرز أخبار سوريا في الصحف العربية نتابعها في هذا التقرير. يرى علي حمادي في صحيفة النهار البيروتية إن على النظام العربي الذي تقوده السعودية وتتصدره مصر التحرك في الهلال الخصيب، فلا أمن للخليج العربي ولمصر من دون تحقيق التوازن في العراق وحسم الصراع في سوريا بالتحالف مع تركيا القوة الكبرى الموازية لإيران، فسوريا هي قلب المعادلة ومنها تبدأ المواجهة الحقيقية مع المشروع التوسعي الإيراني. ويلفت حمادي إلى المنادات منذ أعوام بعمل عربي تركي مشترك في سوريا، ولعل الفرصة أصبحت سانحة مع تجاوز طهران كل الخطوط الحمر في المنطقة وتهديدها الأمن القومي العربي والتركي على حد سواء، ولا يجوز انتظار الأمريكيين للعمل على إخراج الإيرانيين من سوريا، فإن تحرير سوريا يبقى الأساس. يقارن المعارض السوري ميشيل كيلو في صحيفة العربي الجديد بما يمارسه الأمريكيون من سياسة الخيار والفقوس التمييزية في الصراع ضد داعش، فيذهب الغنم إلى قوات البشمركة والغرم إلى الجيش السوري الحر. ويضيف الكاتب أن واشنطن لم تلحظ وجود معركة بين الجيش الحر وداعش، ولم ترغب في مد يد العون إلى من كانوا يخوضونها من المعتدلين، ولم تشن غارات لدعمهم وتمنع طيران النظام من قصفهم، ولم تلقي إليهم بالسلاح من الجو كما فعلت في عين العرب، بل بدأت تحتسب التطرف على الثورة وتعتبره جزءا منها أو تتهمها بالتقصير في قتاله وبالانحياز إليه. في نهاية المطاف يضيف كيلو إن البيت الأبيض تذرع بالخوف من وقوع بعض أسلحته في يد الإرهابيين كي يوقف دعمه المعتدلين بدل أن يزيده، كي يمكنهم من استكمال معركتهم ضد الإرهاب وقصم ظهره كعدو مشترك. قيد الجيش الحر انتشاره في شمال سوريا وكبح تمدده إلى وسطها والجنوبها خيار وفقوس بممارسات ونتائج يثير ظاهرها أخطر الشكوك وباطنها أعظم المخاوف. متابعونا في نشرة سوريا اليوم بعد هذا الفاصل. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات على 1000 أسرة سورية. أهلا بكم من جديد. معوق سوري لجأ إلى تركيا برفقة طفليه بحثا عن فرصة للعيش، يناشد تحقيق حلمه بالحصول على كرسي مدولب فقط. يتغلب خطيب أحمد شاهين على إعاقة في إحدى ساقيه، مجبرا نفسه على تطويع دراجته الهوائية للتنقل وخدمة طفليه بعدما لجأ إلى تركيا هربا من الحرب في سوريا. شاهين الذي يعيل طفليه أحمد وروجين وصل إلى ولاية مردين جنوب شرق تركيا قبل نحو عام، يركب كل صباح دراجة هوائية للمعوقين ويتجه نحو سوق في ساحة كازيل تبات في الولاية ويبيع المسابح كي يكسب قوته ويلبي احتياجات أسرته. عندما كان عمري عاما واحدا تعرضت لإعاقة في إحدى ساقي بسبب حقنة أخذتها بالخطأ، كما أنني أملك كلية واحدة وخضعت لعملية جراحية، ولدي طفلان أقوم تجاههم بدور الأب والأم معا لأن زوجتي تركتني. استأجرت هنا بيتا لقاء 350 ليرة تركية في الشهر، وأكسب من بيع المسابح في اليوم نحو 15 أو 20 ليرة تركية، وهذا لا يكفيني لتلبية متطلبات البيت. شاهين الذي لم يجد عملا في سوريا ولم يحصل على مساعدة كافية توجه إلى تركيا بحثا عن فرصة ما، مستذكرا أن والديه اللذين فارقا الحياة هما من أصول تركية وإن كانا قضيا حياتهما في سوريا، لذا يطالب بالحصول على الجنسية التركية. أقصى طموح هذا المعوق النازح إلى جنوب تركيا الحصول على كرسي متحرك، ناشد الجهات الخيرية التبرع به مؤكدا أنه سيكون في غاية السعادة إذا تحقق ذلك المطلب.
وزع الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات على أكثر من 1000 أسرة سورية لاجئة إلى منطقة البترون شمال لبنان من ضمن المرحلة الثانية من حملة تراحم. بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان وبإشراف سفارة الإمارات العربية المتحدة في لبنان، واصل الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تراحم التي أطلقها رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان. وفي هذا الإطار تم توزيع مساعدات على 1000 أسرة سورية نازحة إلى منطقة البترون وساحل جبيل وصولا إلى العقيبة ونهر إبراهيم وحالات. بدأنا الحملة مع الأخوة العراقيين المسيحيين في الأشرفية في بيروت، وقمنا بتوزيع بعض المناطق اللبنانية من مختلف الأراضي، وأصرينا خلال الفترة أو الحملة الثانية بأن نقوم بتغطية النازحين أو المحتاجين الذين لم يتم تغطيتهم خلال الحملة أو المرحلة الأولى. هذا وستستكمل المرحلة الثانية من حملة تراحم لتشمل جميع الأسر النازحة على كافة الأراضي اللبنانية. مركز في البقاع اللبناني يهتم بالشباب من اللاجئين السوريين ويوفر لهم فرص تعلم مهن تفيدهم في مستقبلهم. بضعة شبان من اللاجئين السوريين يتابعون بانتباه شديد دروسا خصوصية في بيئة متواضعة سميت مركز التأهيل الأسري للشباب في منطقة شتورة بالبقاع اللبناني. خلال أقل من عام ومنذ الصيف الماضي تابع أكثر من 200 شاب سوري دورات تأهيل تسهم في انخراطهم بالمجتمع، ويواظب الآن نحو 40 شابا على الدورات تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و45، يتفاوت اهتمامهم بين الدروس اللغوية والمهنية والتقنية والثقافية. مجموعة من الشبان اللبنانيين أنشأوا مركز التأهيل الأسري للشباب السوريين الراغبين بالتحصيل العام للانخراط في المجتمع، وهؤلاء يعرفون تماما أن سبيلهم إلى الأفضل يمر حكما في تعليمهم الإضافي. أنا فتت بهذا المعهد دورة إنجليزي مبتدئ، بلشت من الزيرو بهذا المعهد. مسؤول قسم الكمبيوتر في مركز التأهيل محمد عبار يوجز التقديمات للشباب. بناءة الكمبيوتر، اللغة الإنجليزية، الحلاقة، المواد اللي ممكن تكون إلى فائدة مادية على الشباب. قدمنا دورة فوتوشوب كانت مبتدئ، وبلشنا بدورة فوتوشوب متوسط، وقدمنا دورة افتر افكت مونتاج افكت، ومشينا كمان بدورة سوني فيغاس قائمة للوقت الحالي. من ناحيته يوضح منسق الأنشطة ضمن برنامج التمكين الأسري محمد زيادة أسباب إنشاء المركز. فكرة إجت لأنه فكرة تبعنا تبع النشاطات اللي عم نعمل للشباب، بسبب توجه معظم جمعيات المجتمع المدني والمجتمع المحلي لرعاية المرأة والطفل. صراحة بعد وضع النزوح اللي صار وطلعت شباب من سوريا على لبنان، انقطعت عن دراستها، انقطعت عن أصدقائها، عن شغلها، فصار عندهم ضغوط كبيرة جدا نفسية واجتماعية، وحتى معرفية تراجعت المعرفة عندهم بشكل كبير. بالمجان التام يوفر المركز كل النشاطات، وما على الراغبين سوى متابعة الدورات استعدادا لفرص المستقبل في سوريا أو في خارجها. والآن تذكير بالعناوين. قوات الأسد ترتكب مجزرة في حق معتقلين بإدلب أثناء انتحارها، ومقتل مسؤول الحملة العسكرية في حزب الله في الزبدان. البنتاغون يبدأ فحص بيانات 2200 معارض سوري معتدل للمشاركة في برنامج التدريب والتسليح. القوات العراقية تتقدم في أحياء تكريت بمحافظة صلاح الدين، والغارات الجوية تقتل 40 متطرفا من داعش في الأنبار. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.